اهلا بيكم وتحياتي ليكم جميعا. طبعا احنا بنسال الاسئله دايما، احنا ليه بنعالج الضغط؟ هل علشان مثلا حاجه سهله مثلا بسيطه مش بتعمل لنا مشاكل؟ هل الضغط ده حاجه بنعالجه كده فانتازيه يعني، ولا بنعالجه لاسباب كتيره؟ الضغط يا جماعه احنا بنعالجه لاسباب كتيره جدا. الضغط لو احنا شفنا ان معظم الامراض اللي بتحصل سببها الاساسي هو الضغط، مش يعني مثلا الفشل الكلوي العامل الرئيسي ليه يمكن الضغط اكتر من السكر. عشان كده لازم نعرف كويس جدا ان احنا بنعالج الضغط لخطورة المرض، وبيسموه المرض القاتل الصامت. فاحنا لازم نفهم ان الضغط 1 بليون بيبل، الناس اكتر من بليون بيبل على مستوى العالم، ربع الناس عندها ضغط. لو لقيت حد ماشي اربعة واحد منهم هتلاقي عنده ضغط. معظم الناس بنسبة كبيرة فوق 60 سنة بيبقى عندهم ضغط. علشان كده احنا بنعالج الضغط لخطورة الموضوع، وبيسموه القاتل الصامت لان هو ملوش اعراض. الضغط ملوش اعراض. علشان كده يا جماعة لازم نفهم كويس جدا ان علاج الضغط من الحاجات المهمة. وفي الجمعية السعودية شمس بتعمل قياس للمرضى الضغط في جميع انحاء المملكة، وبدأ في جدة، وديا بتبقى قياس الضغط. جايبين حتى لوحة جميلة هحطها لكم بتقول قيس ضغطك، البنت بتقول لباباها قيس ضغطك علشان تحافظ علينا ونعيش حياة آمنة. علشان كده قياس الضغط من الحاجات المهمة اللي هي لازم ان احنا نقيس. الجمعيات الأمريكية، الجمعيات الأوروبية، جميع الجمعيات العالمية بتطلب من الناس انها تقيس ضغطها وتحلل سكرها. الموضوع مش موضوع فانتازية، الموضوع فعلا سيريس، موضوع خطير، فلازم نهتم بيه. ابدأ من الآن، دور جميع الناس هتلاقي في المولات وفي كل مكان هتلاقي فيه أجهزة لقياس الضغط، وهتلاقي فيه معاونة، وهتلاقي ناس بتقيس الوزن وبتقيس السكر والحاجات دي كلها. ما تأخرش، اسمع كلام ولادك وقيس الضغط. شكرا ليكم وتحياتي لكم جميعا.